سلام بنات ودراري، كيف تاي لاباس عليكم؟ كل شي بخير. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات غادي نشارك معكم من ملوي كيجي البنات مورق وكيجي رائع رائع بزاف. من اول استعمال غادي نشرح معكم من الملوي وطريقه البنات. كتجي البنات مبسطه، كتجي ساهله مهله، دغيا غادي توجدوها. تبعوا معايا البنات الفيديو حتى الاخر، ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله. في الإناء غادي نحتاجو واحد جوج ديال الزلايف ديال دقيق الفورس، وغادي نحتاجو واحد الزلافه ديال الفينو. صافي هنا البنات غادي نخلطو دابا النواشف. من بعد ملي خلطنا النواشف غادي نضيفو واحد معلقه صغيره ديال العسل، غادي نضيفو ليه واحد الكميه ديال الملحه، والملح البنات كتجي حسب الذوق. من بعد غادي نضيف ليه الماء دافي. صافي هنا البنات غادي نعجن دابا العجينه ديالتي، خاصها ما تكونش قاسحه بزاف وما تكونش مرخوفه. من بعد ملي جمعنا العجينه ديالتي غادي نرشها بشويه ديال الزيت نباتيه، وغادي نرش البلاستيك غذائي. غادي نخليوه يرتاح لينا واحد المده ديال نفس ساعه اولا ساعه، ونتلاقاو ان شاء الله. البنات من بعد ملي رتحت ليا العجينه غادي ندير فيهم الكريات يكون شويه كبيبرين كما كتشوفوا. حنا بغينا نديروا الملوي يكون كبير، ولا نتوما ديروا اي حجم اللي بغيتوا في الملوي. البنات غادي نخرج منهم خمسه ديال الكريات. صافي هنا البنات غادي ندهنهم بشويه ديال الزيت النباتيه، وغادي نغطيهم بلاستيك غذائي. غادي نخليهم ترتاحوا ليا تماما. انا من بعد ملي رتحت ليا العجينه غادي ناخذوا الكره اللي درنا الاولى، غادي نرش فوق السطح العمل بشويه ديال الزيت النباتيه. من بعد غادي نسرح العجينه ديالتي حتى تولي لنا رقيقه بزاف. البنات من بعد ملي سرحت الكره الاولى تولات لينا رقيقه، غادي ناخذ شويه ديال الزبده نوعيه جيده اللي مخلطه مع شويه ديال الزيت النباتيه. صافي البنات غادي نسرح فيها العجينه ديالتي، من بعد غادي نطويوها على الطويه العاديه. من بعد ملي تنتاب شويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت النباتيه غادي نرشهم شويه ديال الفينو. البنات من بعد ملي رشت شويه ديال الفينو غادي نلف دابا العجينه ديالتي كما كتشوفوا باش يجي لكم ملوي مورق. وانا البنات من بعد ملي طويت دابا الملوي ديالي وغادي نسرحهم كما كتشوفوا. من بعد غادي ندهن بشويه ديال الزبده اللي مخلط مع الزيت. من بعد غادي نرش ليه شويه ديال الفينو. صافي هنا البنات غادي نطوي وما غاديش نزير باش نحصلوا على التوراق. راه البنات غادي نجح معكم مليون في المئة، وكيجي البنات هاد الملوي كيجي رائع وغادي نجح معكم من اول استعمال. صافي هنا البنات غادي نلوي وما غاديش نزير. صافي هنا البنات غادي نستمر دابا في الملوي ديالي تنكمل الكميه اللي عندي، ونتلاقاو ان شاء الله.
البنات من بعد ملي كملت الكميه ديالتي ديال الملوي، البنات من بعد ملي ارتاحوا ليا غادي ناخذوا دابا غادي نزيرهم في الاطراف صافي، غادي نقرصهم غير واحد شويه وغادي نغطيهم بواحد البلاستيك غذائي، غادي نخليهم يرتاحوا ليا ونتلاقاو ان شاء الله. صافي البنات غادي نطيبوا دابا الملوي، خديت المقله ثقيله ودهنتها بشويه ديال الزيت نباتيه، وانا البنات الملوي غادي نقرصها بشويه ديال الزيت نباتيه، والسمك ديال العجينه خاصها ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه، والنار البنات تكون النار تكون شويه متوسطه. صافي البنات من بعد ملي سخن المقله غادي نضيف ليه شويه ديال الزيت النباتيه، ومن بعد غادي نحط فيها الملوي، غادي نحصلو على غادي نخليوها واحد الموديل ديال الدقيقه، من بعد غادي نقلبها في الجهه الثانيه ونستمروا في الطياب ديالنا حتى يطيب لينا الملوي كامل، ونتلاقاو ان شاء الله وغادي نجيح معكم 100%. وكيجي البنات مورق وكيجي رائع رائع بزاف، وانا البنات راه مره مره غادي ندهنها بشويه ديال الزيت النباتيه وشويه ديال الزبده. ايوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الملوي ديالي ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم وكيجي البنات ناجح 100%، وكيجي البنات مورق كيجي رائع بزاف، غادي نفتح معكم وحده باش تشوفوها، كيجيو البنات رائع بزاف، كنتمنى تجربوها مع افضل ستايلكم. كنشكركم سوا البنات سوا دايك في قناتي، كنشكركم على الكومونتيرات وعلى اللايكات اللي كتخليو ليا، كنشكركم بزاف بزاف ان شاء الله حتى الفيديو اخر تولي لي فريوسكم. يلا بالسلامه عليكم.